أثارت الفنانة المغربية رجوى السهلي إعجاب متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام عقب ظهورها في مجموعة صور وهي ترضع طفليها. ونشرت رجوى السهلي عبر حسابها بموقع انستغرام مجموعة صور توثق من خلالها لحظة إرضاع طفليها وطفلتها التي تكفلت بها أخيرا في آن واحد، الأمر الذي نال إعجاب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلقت السهلي على الصور قائلة: أجمل إحساس في الدنيا هو الرضاعة، وخا صعيبة بالنسبة للجوج ولكن فيها القوة سبحان الله والأجر الكبير، وكتعلمك الصبر أريان، وما فاكش مع أختو، وخا كل واحد شادة ديالو كيطل باغي جهة أخرى. وتابعت: ما شاء الله، الله يخلي لكم وليداتكم، والله يرزق كل انسان ذريه الصالحه، اتمنى من كل امراه مقبله على ولاده رضع ولادك، واذا صبرتي كملي سنتين احسن حاجه، ولادك يكونوا بصحه جيده وانت كذلك، ولله المستعان.